مساء الخير، أهلا بكم في برنامج 18. تحية لكل من يتابعنا في هذه السهرة الرياضية على شاشة تلفزيون الراي. بداية نرحب بضيوفي الليلة، مقرر لجنة الحكام السابق منصور أبو. مساء الخير أبو عبد الله. أبو علي، مساء النور، يعطيك العافية، وسعيدين معاك ومع الكباتن الكبار. حياك الله، برك الساعات. أيضا نرحب برئيس الاتحاد الخليجي للإعلام الإلكتروني الرياضي أخوي ماجد المهندي، حياك الله أبو فرحان. رحب فيك أبو يوسف، ورحب بالسادة المشاهدين، ورحب بإخواني معنا. حياك الله. أيضا نرحب في محلل برنامج 18 عادل أقله. مساء الخير أبو خالد. مساء الخير أبو يوسف، شرفنا أكون معاكم. طبعا سلام على السادة المشاهدين وإخواني الكبار الموجودين هنا. كل حق أبو فرحان، هارد لك، هارد لك كبيرة. أبو فرحان؟ قول له هارد لك كبيرة، هو يدري. على شنو أبو فرحان؟ ما يضير صرخ الشاح بعد ذبحه، يعني أنت مذبوح خالص، يعني تفوز خمسة تفوز ستة. الشاح مسلوخه خاصه يعني. وين وين هذا؟ وين اليوم الهلال؟ يقصد النصر والهلال. طبعا مبارك للهلال بطوله الدوري، نقول هارد لك للنصر. فرق اثنينهم فرق كبار بكل امانه، لهم تاريخهم، وانا اعتقد النتيجه قاسيه شوي. اليوم النصر. يوم مفاجات، الفتح متقدم على الاتحاد 3-0، فهذه الفرق الصغيره اليوم 4-1 للفتح. شنو قصدك الفرق الصغيره؟ لا الفتح ما تطوف علي. الفتح فايز 4-5 فعادي يعني. ايضا نرحب بمدير المنتخبات الوطنيه، اللاعب والحارس الدولي السابق خالد الشمري، حياك الله ابو فيصل. الله يحييك، انا امسي عليكم وعلى جمهورنا اللي قاعد يطالعنا، وانا صراحه مستانس وسعيد اني اكون معاكم. بس ما ادري انتم اليوم لابسين، اكو فريق لابس بطلونات وفريق لابس شاي، بس ما قلتوا لنا عشان لبسنا على الاقل. لا بس في مشكله راح تكون. والله انتم ابو فرحان صراحه تغلبونا يعني. لا ما عندهم مشكله، لا عندنا مشكله، ما يقدرون. مشكله رئيسيه، لازم قطره وقال ما اقدر اغير. حياك والله، ابرك ساعات. قبل لا يعني نطلع في هذا الفاصل، كنا نسولف قبل الهوى، سالت ماجد المهندي، قلت له يعني على اللاعبين النص، قلت له عبيد الشمري ولا عادل اقله؟ كان يدش عادل يقول لا عبيد. عبيد اكيد. عبيد بكل امانه ابو يوسف، عبيد ممتع. عبيد من اللاعبين اللي كل نادي يتمناهم. شوف قبل ايام طبعا كل وقت يطلع لك لاعب يقول لك لا هذا اللاعب لازم يركض، مثل زيدان كان بلاي ميكر، لا لازم يركض. عبيد ما يحتاج يركض، عبيد تبي الناتج عند عبيد، ما شاء الله الله خلص المباراه باص. يعني خاصه كان في مهاجمين مثل حمد صالح، علي ابو سويه، فيصل برقب، ولاعبين فنانين، وسبعه ابراهيم، محمد ابراهيم، بنواف، لكن عبيد عبيد لا قاعد 9 سنوات عبيد زاد دخيلك من 89 الى 98 ما هي بالقادسيه الا عبيد. النجوم اللي معاه، مين نجوم السوبر اللي يعني تقريبا احنا كنا نقول مقوله سابقا، العين المفتحه بالقادسيه والكره الجماليه اللي بقت بالقادسيه بعد الجيل الذهبي كان عبيد، يستمر 10 سنوات يمكن عبيد والبقيه مكملين. عبيد كان العلامه الفارقه بالقادسيه لمده 10 سنوات. لا بس مو البقيه، لا لا مكملين. لا مو 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 لا شوف مو جماليه عبيد يعني، مو ابو فرحان اسمح لي، مستوى يعني ما حد كان يروح في المنتخب الا واحد لاعب واحد مهاجم، ابو فرحان صالح. لا تسمح لي، من كان قادسيه يروح منتخب؟ ابو فرحان تسمح لي، محمد ابراهيم فتره يوم كبر، لا كان محمد جاسم، كان راشد الديح. شوف انا العب ضدهم، انا اقول كلهم لهم قيمتهم، لكن وضع عبيد غير والله ابو يوسف. وهذا كان انت تدش الملعب عبيد العزيز حسن. شوف عزيز حسن من الاستمراريه، استمراريه واحد واحد، عطني بالمفضله. انا اقول لك عبيد لان استمراريه، عبيد لاعب 7-8 سنوات غير، خاصه عبيد يطلع بالموسم عنده 13-14 جول. عزيز حسن، عزيز حسن من افضل صناع لعب بالخليج، ولكن عزيز حسن ما يسجل اهداف. عزيز حسن عنده الشمال ونفس اليمين عكس عبيد. لكن انا ما اقول لك لما اقول عبيد وعزيز حسن، انا عزيز حسن من كنت صغير كنت احب عزيز حسن، يعني عزيز حسن من اللاعبين الموهوبين. بس عبيد يطلع لك الموسم بيوسف 13 هدف هو مسجل، غير اللي يصنعهم، خاصه بيوسف. انا عبد ضد عبيد كنت صغير، تشوف عبيد والله يا ابو يوسف اقول لك الصدق، له يعني في تشوف عبيد تخاف، يعني في عبيد الشمري واللاعبين اللي يحوشك رهبه منهم، من يمسك الكره وما ودك تدش عليه، من يمسك الكره اصلا ما تطول ثانيه مع عبيد، ثانيه مزرقها فرصه. شوف على مر التاريخ الامانه وهذا حق تنقال، يعني انا اقول لك اياها امانه، احنا الكويت دائما عندنا صناع لعب مميزين امانه على مر التاريخ. ابدا من طبعا محمد شعيب السابق، فاروق ابراهيم رحمه الله عليه، حمد ابو حمد، ناصر الغانم، عزيز حسن، عبيد الشمري، عبد الله وبران، عادل عقله. مو مجامل انا اتكلم قدامه، لكن شوف انت اليوم مثل الرسام اللي قاعد يرسم له لوحه، زين لاعبين صناع اللعب مثل الرسام يرسم له لوحه، في يعني اللي يكمل لوحته منه اللي يكمل المهاجم اللي يخلص مثلا الحين عبيد الشمري لاعب ما يعلى عليه، وصانع لعب من طراز الرفيع، لكن في شغله لما يلعب باص اللي يخلص الباص، اذا كان حمد الصالح او مثلا محمد ابراهيم او
هذا يكمل لوحده. اي بس وصلوا مرحله يعني لما تشوف الباص تحس انه كان في اتفاق مسبق. بالضبط. اوقف انت هني انا هني اطلع هني اطلع هني قلت لك الباص. كان ناصر الغانم سويد يكمل. عادل 24 قاعد يرسم لوحه بس ما عنده يرسم بس ماكو حد ما عندهم كل شيء. شوف سنه سنه من السنوات كان فرج لعيب. يعني انا اقول لك شوف يوسف الله هذا فرج هو غايب. يعني يسمع ولا ما يسمع. فرج لهيب اذا كان عادل عقله مثلا الناس تقول عنه انه لاعب زين بعد الله عز وجل فرج لهيب سبب لان ابو يوسف قال لك ابو فيصل كلمه فنيه انت كصانع العاب مهما تسوي اذا ما عندك مهاجم يخلص كمل روحه ما حد يدري عنه. نعم. فرج لهيب كان يعني كان في سنتين خلينا نقول ورا بعض فرج لهيب كان سبب رئيسي بعد الله عز وجل في ثبات مستوى عادل. كنت العب له باصات حتى اذا كان باص قاتل او مو باص قاتل كان يسجله. كان فرج لهيب من اللاعبين اللي يعني من امسك الكره يدري فرج وانا بلعبها. وهذا الشيء انا اقول لك احسب الفرج ان المهاجم يا ابو يوسف هو له الفضل على صانع الالعاب. تمام بس قبل يعني لا بسال ابو فيصل سؤال عن كاظمه والقادسيه. بسالك على يعني مر التاريخ بالكويت تشوف منو افضل صانع العاب؟ والله مثل ما قلت عزيز حسن. لا اعطني واحد. والله انا كنت استمتع بعزيز. عزيز كان متعه. اي يعني امكانات امكانيات عزيز حسن والبينيات والباصات يعني كان يمسك الكرة ما تحس أنه بس لاعب قاعد يرقص بالكرة يعني يمتعك باللعب. بالإضافة إلى أنه يعني عبيد إمكانيات جسمانية هائلة وقدرة وفن ومهارة. بس عزيز الإمكانيات الجسمانية كانت أقل وعشان كذي كان يصاب وايد. إصابات عزيز حسن كانت أكثر من عبيد. عبيد كان من النوع اللي تف باللعب. عادل منو أفضل صانع لعب بالكويت؟ أنا عندي عبيد الشمري. بيت شمري ابو فيصل ناصر الغانم. قولي ليش فيصل انا لاعب ناصر الغانم ولكن انت حطيتني ابو واحد ولا ناصر عبيد انا عندي لكن حطيتني واحد عبيد بالمفضله دائما محمد بيصير محمد. بيصير في ظلم على عبيد. عبيد انا احبه امانه عبيد وقلت لك انا لاعب من الطراز الرفيع لكن ناصر الغانم انا اقول ناصر الغانم ليش ناصر الغانم هداف صانع لعب شوت شمال يمين هيد يعني الكمال لله سبحانه وتعالى. شوفه ناصر يعني ما تدري في سنه من السنين كان هداف الدوري هداف الدوري في سنه من السنين كان نط مع رحمه الله ربيع سعد نط فوق خذ الكره منه يشوت شمال يمين يباص شمال يمين يعني شوف نادرا ما تلقى لاعب الباص اليمين نفس الباص الشمال. شوف يوسف اذا تسمح لي افضل لاعب وسط ناصر الغانم افضل صانع العاب عبيد الشمري كلاعب وسط ناصر الغانم يدافع يهاجم يسجل بالهيد يمين شمال صح. يلعب يمين يلعب شمال كل مكان صحيح. لكن كصانع العاب واضح فاهم الموضوع عبيد. القادسيه كان يعني كان مكان عقده القادسيه لفتره ما الان شو الوضع فيصل تغير الحال تماما والله يمكن لدرجه انه يعني مؤخرا شفت تصريح كابتن شاب في المباراه الشهير يعني اللي يعني الكل عرفه وتداوله نوى يعني طالع من مباراه امام فريق اخر ويقول انا غيرت رايي وانا اشجع القادسيه وانا شوف اولا خلينا نتفق ان القادسيه فريق وتاريخ ما حد ينكره وفريق صاحب بطولات وانجازات لكن انا اقول لك يعني في سنه من السنوات اللي كنا نلعب فيها احنا ضد القادسيه كان عندنا نجوم داخل الملعب يعني انا اذكر في مباريات كثيره وانا واحد من الناس كنت استمتع لعب ضد القادسيه كانت متعتي اللعب ضد القادسيه مع ان فريق كان استانس اضيع وقت مو اضيع وقت لا والله العظيم عنده مهاجمين وعنده لاعبين وسط يمتعونك يعني يطلع كل ما فيك من امكانيات ضد هذا الفريق هذه شغله. الشغله الثانيه عنده يملك جمهور اكبر تقريبا جمهور على مستوى الكويت يعني اكبر قاعده جماهيريه بالكويت هذا منو القادسيه اكبر قاعده جماهيريه انا في رايي شخصي اكبر لا يزعلون العرباويه لا هذا رايي شخصي وجهه نظر ما في شيء. الشغله الثالثه انا ترى كنت العب بالقادسيه المراحل السنيه وانا صغير كنت العب بالقادسيه وطردوني كعارف قالوا لي يلا توكل على الله روح بيتكم كعارف اي نعم والله فيصل والله العظيم تحت 14 سنه هذا والله معلومه جديده كنت انا اتمرن تذكر اللي طردك اشوف الغل اللي داخل يضيع وقت اقول لك شيء يصير كنت اتمرن انا الحارس الوحيد كان في ذاك الوقت ما في دوري اتفاجئ في المباراه منو كان اساسيك يعني اللي انت انا الوحيد اللي اتمرن طيب اي انت تتمرن اي بس غيرك يلعب وقت المباراه حراس اثنين نفس الشيء انا لا فيصل لا ما فيصل انا بيد واحد العب وياه لا فيصل مسي عليه اصغر من فيصل لا اصغر من فيصل فكان في ذاك الوقت سامي ابو يابس حاليا هو مدير التركي ترى كان يلعب جولشي اول ما لعب علي طالب زين وكان جواد بهمن
جواد بهمن اخو جاسم بهمن جواد بهمن وسامي تركي واكمل الفرق في ذاك الوقت. في ذاك الوقت المدرب اللي كان يدربنا يلعب اللاعبين اللي اخوانهم لاعبين واكمل الفرق شنو يعني ما له شغل المدرب يعني يحضرون المباراه العب شوط اول شوط ثاني ما كان يهمني كان نادي القادسيه كنت اتمرن لكن السنه اللي وراها رحت اتمرن حملني العالم اهملتني ما حد انتبه لي يلا ايش تبي ايش عندك خلاص روح كلام احنا جايينك ما كنت مسجل ولا رحت بيتنا زعلت رحت كاظمه رحت كاظمه وانتقمت من القادسيه انتقام جبار لكن يبقى القادسيه في والله انتقام نعم السهره ان شاء الله راح تكون جميله بضيوفها وايضا بمشاركاتكم في هذا البرنامج برنامج 18 فاصل قصير ونعود لبدايه اولى فقراتنا في البرنامج وهي فقره خارج ال 18 عودة لكم مجدداً لمتابعة حديثنا في 18 وتحياتنا لكل من انضم الآن لمتابعتنا في أولى الفقرات خارج 18. الكل يتساءل وجماهير الأصفر تتساءل عن سبب غياب اللاعب محمد الفهد لاعب نادي القادسية. اللاعب مستاء من عدم تواصل الإدارة لمتابعة علاجه وهو مصاب وطبعاً رئيس جهاز الكرة أخونا أبو فهد سعود أبو حمد يقول أنه تم التواصل معه ولكن لم يتلقى أي رد من محمد الفهد ومحمد الفهد يقول ما حد اتصل فيني. نتابع هذا التقرير خارج 18 عن اللاعب محمد الفهد. الجمل كاملة مكتملة نحمل أمام ولكن هنا الخطأ وصدق حلوة يا ولد حلوة يا ولد الفهد من مسافة بعيدة مسافة بعيدة صعبة وكيتة وين محمد الفهد؟ هذا السؤال المطروح وليش ما يرجع؟ شنو الأسباب؟ وياك بالي البداية. والله شوف أبو يوسف إحنا مشكلتنا اللاعب صايرين مثل منظومة دور مدارة يعني الأبو يتدخل الأسرة الأهل الفريج الربع خلاص أنت اليوم لما يصير بلاعب محترف في الدوريات الأوروبية وغيرها اللاعب في أحد مسؤول عنه النادي خلاص من يوقع عقد وياه النادي هو مسؤول عن طبابته علاجه سفاره قعدته قومته علاج كل شيء النادي هو المسؤول الان في انديه غير مسؤوله غير مباليه في اللاعب لا 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 شوف يعني ما في نادي اذا عنده لاعب موهوب مثل محمد الفهد يتجاهله مستحيل مستحيل مهما تبي تبرر تقول لي والله لا والله ترى تلفونه مسكر ترى كذا انا قاعد اقول لك احنا مشكلتنا احنا حتى قاعد يعني اللاعبين او حتى الجماهير ترى يتاثرون بالاجواء الاسريه اللي فيها بالديوانيه قاعد خلهم يولون لا تروح اكشت فيهم لا خلينا نطلع البحر خلينا نطلع البحر فالاجواء هذه ما قاعد تنفع اليوم ولي الامر المفروض انا اناشد هني اليوم اخوي وزميلي عبد اللطيف الصقر حكم السابق الدولي اليوم محمد الفهد ما عاد بس لك انت اليوم للكويت ثروه اليوم احنا عندنا منتخب يعني اسس منتخب ان شاء الله اذا رد الايقاف وشالوا الايقاف وكذا فاليوم انت لازم تتعامل معاه كمحترف ما تتعامل مع ولدك ولا والله انا بمشي وانا اللي لازم اقول له شو يسوي وانا اللي اقول له لا خلاص هذا خلى النادي اذا النادي قصر بشكل مباشر يعني مو معقوله لاعب مثل هذا موهوب ها ويسجل اهداف ولا مركزه ولا مكانته بالفريق والله النادي يتجاهله او ما يتصل فيه او ما يعالجه او ما يبي انت عندك تفاصيل عن يعني تبعات وتفاصيل هذا الموضوع لانك انت قاعد تلقي باللوم على اللاعب محمد الفهد ووالده الحكم السابق عبد اللطيف الصقر لكن وكانك يعني تبعد النادي عن مسؤوليته في الحفاظ على لاعبه ومواصله علاجه انا الشيء باللوم على اللاعب لا 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 الشيء بالشيء يذكر مو بس محمد الفهد خلينا نذكر الله يرحمه النجم ناصر السوحي
غيره وغيره، ترى عندنا وايد مواهب، وايد مواهب ضاعوا وسب الاسر وسب الربع وسب الديوانيه وسب هالمجموعه. يعني شو اللي بتوصل اللي بوصله اللي بوصله. انا سالتك محمد الفهد غايب يقول ما حد اتصل فيني، سعود ابو حمد يقول اتصلت باللاعب ما حد يرد علي. انا اللاعب الحين متهور. انا بالنسبه لي انا اعتقد انا لان في عده ظواهر، انا ما اتكلم عن محمد الفهد، محمد الفهد ظاهره بس انا قاعد اتكلم عن عده لاعبين مروا فيها نفس التجربه. انا كنت مدير في المنتخبات هم نفس الشيء، اولياء الامور الديوانيه الربع ياثرون على اللاعب يخلونه يشوش ما يخلونه يركز. الحين مشكله محمد الفهد ابوه، انا مو اقول ابوه، انا قاعد اقول لو يخلونه بحاله يخلونه يركز على التدريب. لا خليك وياي مركز ابو علي عشان نوصل الى نقطه. شنو مشكله لاعب محمد الفهد؟ هو الحين متعور ومبتعد. انا اعتقد بان ابوه عبد اللطيف الصقر له تاثير قوي على الولد. شلون؟ يعني عبد اللطيف من نوع اللي وايد كان حريص على ولده من وهو صغير. حلو. وانا كان وياه 24 ساعه وياه، 24 ساعه ملازمه في كل المباريات، وايد حريص عليه، فهذا الخوف الزايد ياثر على اللاعب، وهذا اللي اعتقد انه مأثر عليه. يعني انا لو يعني اخلي عبد اللطيف شويه يوخر عن الولد، يخليه بحريته، يخليه على راحته. اللاعب متعور، اللاعب أكثر. متعور يقول ان النادي ما سال عني وانا فتره علاجي ابوه شكو. انا ما اعتقد يعني نادي مثل نادي القادسيه يتجاهل لاعب مثل محمد الفهد. ما اعتقد بيوسف، اعتقد لاعب مثل محمد الفهد وقيمه محمد الفهد فنيه مستحيل الجهاز الاداري اللي للامانه السنه هذه نرفع القبعه سواء الجهاز الاداري السابق او الجهاز الاداري الحالي يعملون منظومه مستحيل ان اللاعب يعني ما يكون مراعى من مجلس اداره من الجهاز الاداري بكره القدم، زائد انك متعور اللي عارف المتعور عندك فتره علاج وعندك جهاز اداري في مراعاه مع العياده، في اتصالات مع العياده، في اتصالات مو كل يوم انا بسال عنك او في اجهزه تطمن عليك عندي فتره علاجه والله محمد الفهد باقي 3 اسابيع. انا خلال اسابيع انت محمد الفهد تعلم الظروف اللي قاعدين فيها فريق ابو نادي القادسيه، انا مو محتاج اخلي المشاكل عندي واقعد كل يوم ادور. انا في اتصال مثلا مع الدكتور، في اتصال مع العياده، اعرف برنامجك العلاجي كم مده ياخذ، اللي اعرف محمد الفهد المفروض يدخل تمرين. حتى كلمه محمد الفهد ما حد سال عني فتره علاجي، الناس مشغوله دوري كل 3 ايام مباراه. إيه؟ انت تعرف عندك مده علاج، تنتهي مده العلاج عندك تمرين، تعرف اللاعبين، وانت محمد الفهد مو بحاجه ان احد يدق عليك، انت عارف الفريق اللي قاعد تمر عليه ظروف، الناس مي لاقي لاعبين قاعد ياخذون من تحت 17 18. مستحيل انت تمر بالعقليه هذه. لاعب القادسيه الان يحتاج ابنائه، يحتاج اللاعبين المخلصين. ما اعتقد القادسيه بحاجه او بحاجه التفكير ويتحمل والله فلان ما دق علي اثناء فتره علاجي، فلان ما كلمني اثناء فتره علاجي. هذا اعتقد انه بس كبير على محمد الفهد. الى تصريح للاعب في جريده الغبس، انا فاهم عليك حتى التصريح هذا قريته. اي قريته ان فتره علاجي ما حد دق علي. إيه؟ انت علاج انت عندك كورس معين، الناس كل 3 ايام مباراه. اي هو لحظه هو يقول انه يعني يعني يعتب على مجلس اداره نادي القادسيه ومسؤولي الاصفر عدم الاتصال فيه خلال الفتره السابقه، مؤكد ان كل ما اثير حول غيابه عن التدريبات حمل لغطا كبيرا لجماهير النادي، ويقول انه في الفتره الحاليه يتعالج في عياده اتحاد كره القدم تحت اشراف طبيب الاتحاد والمنتخب الدكتور عبد المجيد البناي، وقال ان انقطاع عن التدريبات كان بداعي الاصابه، وان ما حد اتصل وتواصل وياه الا شاكر الشطي اداري شاكر الشطي وبعض اللاعبين، لكن غير هذا ما حد من المسؤولين في النادي في الاداره تواصلوا وياه. اداره يقول إن ما حد تابع حالته، وهو يمتلك كل التقارير الخاصة بمراحل عادل عقلة. عادل عقلة إداري عندي أنا عملت إداري. عادل عقلة محمد خلنا نتكلم صرح وقال أنا تواصلت مع اللاعب ما رد علي. عادل عقلة عندي إداري. عادل عقلة عندك لاعب فريق الأول مصاب، هل مجلس الإدارة لاحظ كلامي مسؤوليتهم يدقون يدورون لاعب بيته هلا، ولا مسؤولية الجهاز الإداري عادل عقلة والجهاز اللي معاه؟ مسؤولية الجهاز الإداري. تعال الموضوع شاكر الشطي أحد الأجهزة الإدارية. واحد الأجهزة الممتازة. ممتازة. شو تبي؟ شاكر الشطي من أفضل إداريين في الكويت بكل أمانة. لا أبو يوسف في شغلة بتذكر. زين لحظة. سؤال سعود أبو حمد ورئيس الجهاز الكرة يعتبر من الجهاز الإداري ولا؟ رئيس الجهاز الإداري. زين أهم. يقول دقيت عليه بعد أنا ها أنت تتفق معي محمد الفهد شنو تبي أنت يعني؟ تبي الأعضاء كلهم ال 11 أو الموجودين 9 كلهم يدقون عليك شنو؟ إي وهو يصير هو ينكر اتصال سعود، وسعود يقول اتصلت فيه ما رد. أعتقد شخص بحجمه وفهد صعب عليه إنك شخص صعب إنه تقول كلام وهو ما سوى. شوف يوسف إذا يعني أنت تكذب كلام الفهد. مو أكذب، لا هو فهم غلط. يمكن سعود قصده أنا خليت شاكر يدق عليه، ما أدري. لا في شغلة بس إذا القادسية اليوم إذا كان عنده كثافة من اللاعبين وعنده قدرة وعنده كذا، أنا أقول لك ممكن يتجاهله.
اليوم نادي القادسيه يعاني من نقص من اللاعبين، قاعد ياخذ من 17 19 عنده نقص من اللاعبين، فبالتالي مو معقول انه يتجاهل والله محمد الفهد وغيره. اليوم حتى التمرين ما قاعد يكتمل العدد بشكل تام، يعني عنده اصابات، عنده نقص، عنده 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 يعني عنده مشاكل مع اللاعبين، فمو معقول انه يتجاهل لاعب مثل محمد الفهد. شوف شوف ابو يوسف، محمد الفهد من خيره اللاعبين، من افضل المواهب بالكويت، ولاعب عنده امكانيه ما شاء الله تبارك الله. خلصين بالجزئيه، لازم اتكلم عنه بعده، انا لازم اتكلم عن مستواه. عادل نعرفه يعني، قصدي اللاعب كلنا. لا انت تعرفه بس انا بقول رايي فيه. تمام. فلاعب من اللاعبين اللي كسبك اول شيء، باص شوت يدافع يهاجم، يعني لاعب كل نادي يتمنى. الكلام اللي بقوله يا ابو يوسف اني قاعد امدح اللاعب، هذا دليل انه مستحيل الجهاز الاداري ما يهتم باللاعب. نعم. كل جهاز اداري يتمنى يكون عنده لاعب بقيمه محمد الفهد. اول شيء خلينا نقول محمد بنيان مبتعد الان، عبد الله الحقان انا ما راح اقول لك ابو تركي ولا راح اقول لك ابو فهد، محمد بن عبد الله الحقان وشاكر الشطي مستحيل ما يتصلون فيه، مستحيل ما يهتمون فيه، يعني انا اثق هالاشخاص، اثق فيهم طبعا، هم اثق بابو تركي اخونا الكبير بيابس، واثق بسعود ابو حمد، لكن شنو الظروف اللي صار بيوسف؟ هل التصنيفين مثلا بعد ما عالج وخلص هو زعلان كان محتاجهم اثناء العلاج؟ هل التصنيفين اثناء العلاج كان مثلا يحتاج منهم شيء؟ شوف بيوسف هذه الامور تصير، بس انا اقول لك انت الله اعطانا عقل نفكر فيه، انا اعتقد لاعب بقيمه محمد الفهد خاصه في الفتره الاخيره هو قبل لا يصيب كان من افضل اللاعبين. نعم. مستحيل ما يهتمون فيه. مستحيل. انا اشوف كذي بالضبط. نعم. انا يعني اعتقد يعني اشبعنا الموضوع نقاش. لا انا في نقطة بس يبدو ان في امر احنا نجهله، احنا بالنهايه هذه كلها تحليلات. شوف كلها تحليلات اصحاب الشان ما هم موجودين. نعم. بالضبط. فبالنهايه ما هذا اللي انا بقوله، يعني اليوم انت قاعد تتكلم عن ان شاكر الشطي تم الاتصال مع محمد الفهد، احنا نقول حق محمد الفهد يا اخوي محمد انت لاعب مميز، انت لاعب يعني موهبه تعتبر، انت في فتره علاج حاليا، قد يكون شاكر اتصل فيك وكلمك وقلت له انت مثلا انا والله عندي مثلا فتره علاج راح تطول مثلا اسبوعين او ثلاث اسابيع، اكيد نقلها الى الاخوان في الجهاز الاداري وهو من ضمنهم، فبالتالي ما في داعي اني ادق عليك كون ان في احد متابعك. اليوم عادل عقله مدير الكره في الفريق الاول زين، عنده مساعدين، يعني هذه كانت تصير معي انا قدامي، انا كنت مدرب في يوم من الايام في نادي الكويت، كان يقول حق محمد الهاجي ابو ناصر تكفى دق على اللاعب الفلاني شوفه وينه وكذا، هذا امر طبيعي ترى، بالنهايه مو مطلوب مني انا كمدير جهاز الكره ان لازم انا ادق على لاعب لاعب. وبعدين اكو نقطه، خلينا نفرض ان اليوم الجهاز الاداري قصر معي زين، انا اقول رايي هني انت ما انت محتاج احد يكلمك ولا كذا، هذا ناديك انت قاعد. نعم. تلعب حق نادي القادسيه ولا تلعب حق سعود ابو حمد ولا حق زين، الظروف اللي قاعد يمر فيها الفريق ما اكو مشكله، ما سالت عندي. انا اضرب لك مثل، في يوم من الايام كنت انا الحارس الاساسي في نادي كاظمة، يعني بلا فخر اقولها ولا غرور، كنت الحارس الاوحد، نادي كاظمة في ذاك الوقت حطني الثالث، قعدت اتمرن، ما سال عني قعدت اتمرن، ما تابعني قعدت اتمرن، رجعت فرط نفسي قصما على في امور. إيه؟ ترجع فاليوم انا كلاعب لذات اللاعب نفسه بالضبط، ورؤيته الخاصه وطموحه، هذا اللي اقوله انا هني يا محمد الفهد، لا تنطل الناس اللي عندك روح النادي. يوسف كلام ابو فيصل كلام كبير، يعني انت لاعب يا اخي خلي النادي يهملك، تهمل نفسك؟ ما تهمل نفسك صح، انت عليك انك تثبت. يوسف بالنهايه بالاخير اللاعب يبي يلعب ولا لا؟ تبي تلعب عليك تثبت، ما تبي تلعب لا انطر يدقون عليك وانطر. نعم. شيء انا هذا رايي، انا ما اتكلم عن محمد الفهد، اي لاعب قال لك ابو فيصل هو الحارس الاوحد، فجاه صار الثالث، ما قاعد قال انا خالد الشمري، لا قال عشان اثبت لهم ان انا خالد الشمري ارجع مكاني، هذا اللي حصل. لازم اللاعب يقاتل. بعدين هو خلينا نكون واقعيين، انت انسان محظوظ كونك تلعب في نادي القادسيه، يعني اليوم الناس تتمنت بريه من نادي القادسيه، انت تلعب في نادي القادسيه لا مستواك ما تبي احد يقول لك تعال روح. الفريق محتاجه انك تقود الفريق باهم مباريات العالم. تنساك بدقيقه. نعم. جربناها. نعم. العالم تنساك بدقيقه. نعم. جربت النسيان؟ نعم. بصوت العالم؟ فترة من الفترات آخر موسم لي، يعني كنت احتياط ما ألعب، شيء طبيعي. نعم. هذا سنة الحياة. هذه سنة الحياة. خليني أقول لك أعطيك لو لو بس لو كنت مدرب عادل ناجح إداريا أكثر منه كلاعب. كلاعب حتى جاء احتراف، العلم ترى عادل جاء كذا عروض احتراف ورفضها عشان نادي الكويت، يعني ممكن ما أقولها. عندك أوراق؟ يقدر يقولها. عندك أوراق؟ إيه نعم، نادي السد، أنا عندي نادي السد جاء احتراف. نعم. دائما عنده أوراق. لا جد والله، نادي السد جاء احتراف من نادي السد ورفض. ألعب شهر مع روماريو. وقتها ماكو الرياضة الإلكترونية. ألعب شهر مع روماريو. نعم. شهر. نعم. مع روماريو بس ما رحت، لأن كان عندنا نهائي كأس العد مع العربية اللي فزنا فيه 3-0، وجاني عرض أيضا من نادي قطري، وجاني عرض أيضا من نادي عماني، يعني حتى المبالغ كانت جيدة، لكن قالك بفرحان أنا أشوف عوضوك الكويت وقتها؟ بكل أمانة نادي الكويت ما يقصر، أنا أقول لك بكل أمانة ما عوضوني،
انا اقول اعطيك اياها من الاخر لا ما عوضوني هذا الكويت ما يقصر ما عوضوني شلون بس ثق بالله ان نادي الكويت بالذات ما يقصر مع عادل وغيره ولا لا ما يقصر ما قصر اصلا مع عادل وغيره في ذاك الوقت اللي تلعب هم ما قصروا معي بامور كثيره بس اي ذاك الوقت كان مع القائمه كان ضد القائمه لا بالعكس انا شوف انا لا لا شوف والله ابو فرحان هذه لازم لا ما ادري عندك كلام ما يحتاج بالعكس يعني علاقتي كانت مع ابو علي وابو محمد وبثنيان اخواني لكن ثق بالله ولا مره حضرت مثلا عندهم ايام المقر وكان في قائمتين انتخابات ولا مره احترمت نفسي كلاعب انا لاعب هذا ربعي واخواني لكن ما اروح اقعد اقعد والله انا لاعب عليك انك تحترم نفسك عندك ملعب تمرين روح بيتكم تفرح الفوز هذا حق مشروع تفرح الخساره هذا حق مشروع لكن ما حضرت ولا يوم وقعدت بالمقر عندهم لان انا دائما اقول لاعب علينا ما تدخل بهالامور انت لاعب عندك الملعب وعندك بيتكم هذا عادل عقله لاعب نادي الكويت مثل نادي الكويت في فتره معينه احنا نتكلم اليوم انا بقول رايي وكلمه حق لازم تنقال انا خالد الشمري لاعب نادي كاظمة دربت فترة من فترات بنادي الكويت أنا أقول لك نادي الكويت يقدر كل من يعمل في هالنادي يوجب كل من يعمل في النادي من حارس النادي وهذا الأكبر هذا الأمر طبيعي هذا الأمر طبيعي يقدر مدربين لكن أنا بقول لك حدث صار معي يعني وأقولها أنا اليوم خلي الناس تفسر على كيفها خلي يقولون والله يمدح نادي الكويت نادي الكويت مو محتاج إلى شهادتي أو إلى مدحي أنا في يوم من الأيام أنا طالع من التمرين قاعد أمشي رايح سيارتي رن التلفون ألو والله أبو علي وينك أبو فيصل قلت والله أبو علي رايح سيارتي قال تعال بك رحت له فوق الإدارة كان وقتها رئيس نادي الكويت ها أبو علي خير قال شم راتبك لا في شيء أبو علي قال شم راتبك تراتبي هالكثر قال لي صار دبل قال أبو علي ما طلبت منك شيء أنا ما طلبت زيادة ممكن هذا عادل موجود ما طلبت منك قال لا خالد هذا أقل من قدرك ما يحتاج تطلب احنا نقدر الناس اللي تعمل نقدر الناس ابو فيصل هذه كلمه يعني انت لما تقول وقتها بالاداره سبرنت للسياره لا والله العظيم كلمه حق قال انت رد على كلام انه ما قد لا نادي الكويت شوف انا اشتغلت فيه 5 سنوات قدر كل لاعب وكل لا شوف كل لاعب خدم من النادي كل لاعب خدم من النادي قدره بس ابو فيصل في نقطه هم بعد كلمه حق تغال فيك انت مسكت خالد الفضلي وكان مصعب الكندري ما يلعب الان مصعب الكندري من افضل حراس الخليج ترى بعد الله عز وجل بسبت هذا الرجل يعني تدري بو يوسف ما لعب احتياط ويتمرن كل يوم بسبت هذا الرجل احنا كإدارين نقعد معاه لكن قيمه بو فيصل عند مصعب غير اهتمام بو فيصل كلام بو فيصل مع مصعب خلى مصعب يكون متواجد والان مصعب هو من افضل حراس الخليج أنا على شيء تشكر عليه ما اقولها ولا كلام بو خالد يمكن في بعض شوي من على قولتهم المجامله لا صدق لا ما جاملك كنا قصه مصعب أقول قصة ما يخالف أقولها في دقيقة أو دقيقتين طالع من صلينا المغرب أو العشاء أبو علي قال لي أبو فيصل نبينا قولشي قلت أبو علي في قولشي اسمه مصعب الكندري في نادي التضامن قال لي أبو فيصل زين قلت له والله أبو علي مميز بس عنده مشاكل بعض المشاكل مع شلون قلت له أبو علي عطني الضوء الأخبر وإن شاء الله نخلصه قال روح قوهد على قولتهم شهر احنا نتواصل معاهم ما اعرف ايش ويا الله ما اعرف ايش لين وصلنا الى اللي يبونه واللي نبي يوم الجمعه اول يوم الخميس قلت حق ابو علي ترى الجماعه كذي كذي موضوعهم يوم الجمعه بالليل انا بنام الساعه 11 تقريبا وشوي تلفون ولا ابو علي وفيصل باشر انت والعنبري تروحون حق التضامن تخلصوا الموضوع مصعب الكندري يعني هو كان موهبه في ناديه الامانه ظروف ما انا ما ادري شنو الظروف لكن بالنهايه هو لاعب يعني حارس من الطراز الرفيع نعم امانه نعم. وانا ما اقولها جامله انا لا لي فضل عليه انا كل اللي صار اني تكلمت عنه سبب في انه والله انتقل من تضامن نعم. لكن هو امكانياته عاليه في يوم من الايام مصعب الكندري انا اذكر تم اختياره للمنتخب الاول وهو عمره صغير ترى صح وقريت عنه وموهبه وهو اثبت انه موهبه اليوم والله يوفقه ويعطيه العافيه ويحفظه من الاصابات دورك نرجع نرجع طبعا يعني احنا هذا الموضوع يعني وصلنا له بعد ما كنا نبحث موضوع اللاعب محمد الفهد لاعب نادي القادسيه في اجماع بان يعني الكل يعني بالاستديو يلوم اللاعب محمد الفهد وان يعني محمد الجهاز الاداري مارس يعني ما يجب ان يقوم فيه على اكمل وجه محمد وارجع اقول احنا للحين طالما الطرفين المعنيين ما في احد منهم موجود في الاستديو هناك امر لا نعلمه رب العالمين محمد راشد اعتقد ان مثال كل واحد تعرض لظروف معينه
تغلب على ظروفه محمد راشد قيمه غدساويه انتقلت للعربي، ولكن لقى ما لقى من بالقادسيه من سواء اهمال او عدم مسؤوليه، ولكن اللاعب هو رغبته بيلعب، رغبته بيلعب، هذا فرق اللاعب اذا كان يبي يلعب ولا ما يلعب. محمد راشد اعتقد بس انتم الحين يعني عندكم واجه مشاكل يعني الدنيا قاعد توصل لي رساله غير مباشره بان اللاعب محمد الفهد ما يبي يلعب، مو ما يبي يلعب الامور هذه تجي كلها قارنتها بمحمد راشد. محمد راشد وانا محمد راشد صغير سن الفوز يتغلب، لاعب انت نجوميه قدامك وانت موهبه، اتغلب على الامور هذه، الامور بالاستيج والرسميه هذه ما لها داعي، انا لاعب كبير انت لاعب كبير، ولكن في الملعب تطلع برا الملعب الجمهور ينساك، ولكن الجهاز الإداري متواصل معك ما عندك اي عذر، لان القادسيه قاعد يتعرض لمشاكل، يتعرض للضغط، يتعرض لظروف اصابات، اعتقد مكانك يا محمد الفهد تساند ربعك حتى لو كان في امور معانا تجاوزها هذا الموسم. الحين بعيد عن الموضوع، من ياخذ الدوري؟ السنه هذه صعبه والله. صعبه حيل الكويت الاقرب، الكويت يحتاج تعادل المباراه الاخيره ياخذ الدوري. انت قناعه ماجد شنو؟ انا الكويت اجهز، والكويت هو المرشح الاول، والكويت اللي راح ياخذ الدوري. الكويت راح ياخذ الدوري. تخليت على الدرع. ما تخليت اجباري، مو خبره لاعبين فريقين صفين مكتملين، اعتقد الكويت عادي خزي مو تخدير. عندك كلام والله الجزئيه انا الله. شوف انا اعتقد القادسيه، ليش القادسيه؟ لان بالفتره الاخيره مع بلانكو مع المحترف البرازيلي الثاني دي سيلفا مستواهم تطور وايد، تعايشوا بشكل مباشر، الفوز اللي قاعد يطمح له القادسيه دائما خاص ثلاث اربع لعبات. الكويت للاسف في بعض العقبات، التعادلات شوي اثرت على، بس الكويت خلال اربع مرات قاعد يقدم عروض مجنونه، الكويت قاعد يقدم بس انا قاعد اشوف بالاضافه الى سالفه شغله والكويت بالثلاث نقاط رايحه راده وهالقصه هذه اللوية هذه اثرت على نتائج، بالاضافه الى الشحن الغير مباشر على الحكام، هذه ترى وايد تاثر. راح نتكلم بعد اذا تعطونا مجال بعدين راح نتكلم بسالفه الحكام. اليوم انا ما اتكلم بشكل متعمد، خليه يفهم الكل، انا ما اقول بشكل متعمد في ردود فعل كيك عقب تصريحاتك. اي نعم بالسابق الحكام نفسهم وايد وايد بالسابق التحكيم ما كان ذاك الدور القوي في 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 في, في وجود الفيصل. لا خلي التحكيم نرجع له الان، الاخطاء اصبحت ظاهره، بالسابق الاخطاء التحكيميه كانت حالات. زين راح ارجع لك للسبب، الاخطاء التحكيميه ظاهره، هذه الجمله راح استوقفك فيها في وقت لاحق بالحلقه. ابو فيصل انا ما اسال عقله لانه راح يقول لي اكيد الكويت. لا 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 عادي ما يقول الكويت، علمني بعادل راح اقول لك المنطق اذا اسمح لي ابو فيصل. تفضل. بعدك انا. اي صار لنا 14 سنه كويت والقادسيه، ايش معناته ابو يوسف؟ معناته القادسيه مؤهل ياخذ دوري والكويت مؤهل ياخذ دوري. الان اقول لك الفريقين مؤهلين ياخذون دوري. اذا كان الكويت يقدم على ما قال ابو فرحان، واحترم رايه ان الكويت يقدم مستوى كبير، ايضا القادسيه قاعد يقدم مستوى كبير، القادسيه قاعد يفوز باقل جهد، قاعد يفوز القادسيه وناقص لاعبين رغم عنده. ايه توني خليتها مني، بالرغم من هذا النقص اللي يعاني الا انه هو يزاحم على الصداره جوله او جوله نادي الكويت. شوف يوسف القادسيه بكل امانه يملك لاعبين، عنده بدلاء، يعني القادسيه فتره من الفترات بالمنتخب هو اكبر عدد، وعنده ايضا محترفين اليوم الاثنين قاعد يستفيد منهم. يعني بالعاده شو نقول القادسيه بدايه الموسم ما استفاد، العام استفاد ثلاث محترفين صح، ونادي الكويت ما استفاد العام لان البدون كان محترف. هالسنه لا، القادسيه عنده اثنين زينين، الكويت صح عنده محترفين زينين، لكن المحليين يا ابو يوسف شئنا ما بين القادسيه عنده خط دفاع مميز، خبره، خط دفاع صار لهم 7-8-9-10 سنوات يلعبون ويا بعض، من خالد القحطاني لمساعد لخالد ابراهيم لضاري لعامر معتوق حتى فيصل سعيد سعود نصاري، خامات ممتازه، حتى عبد الرحمن العنزي، يعني يملك لاعبين على مستوى عالي. خالد ابراهيم لما تروح بدر، ترى بدر له قيمته بالملعب، بدر بس هالموسم ترى مو متاح مع الفريق. يعني شوف يوسف كل مباريات يلعبها بدر قاعد له، يعني له بصمه فيها، هالكلام ما نقولها مجامله، كل مباريات ما في مباراه حتى يخسر فيها القادسيه يكون بدر مميز. بدر ترى قاعد لاعب نجم يعني بالنهايه وسوبر، مو بس نجم إيه؟ حتى لكن بدر يعني مو متواجد في جولات كثيره والقادسيه قاعد يؤدي. انا ايش اقول لك ابو يوسف، القادسيه يملك لاعبين، عنده بدلاء، يعني شوف محمد الفهد خامه ممتازه ما هو موجود، المشعان من افضل اللاعبين الاونه الاخيره متعور، عنده لاعبين يعني ما اقول لك مكملين، عنده لاعبين وين ما تحطهم يلعبون وفريق ممتاز. بالاضافه الى ان الكويت اداريا متفوق، اداريا متفوق، القادسيه عنده مشاكل اداريه كبيره، فهذه هم كريدت لهم. يعني اليوم الكويت اداريا
متكامل من جميع النواحي الماديه الاداريه الفنيه النفسيه. هذه تاثر. العربي قبل سنتين ضيعوا عليه روحهم الدوري وسب الاداره، اداره ضيعت البطوله الدوري عليهم. فالاداره تشتغل بشغل عدل. اذا كانت اداره احترافيه بهذا كم بهذا العمل نادي الكويت مقابل نادي القادسيه ممكن يضيع هالشيء هذا. بس عفوا بس فيصل بس انا ما سالته في جزئيه نادي القادسيه، يعني شنو توقعاتك ويا نادي الكويت الدوري؟ إيه؟ شوف انا ذاك اليوم قلتها واكررها مره ثانيه، امنيه ولا ما بي امنيه؟ لا لا ما اتكلم واقع، انا اتكلم عبر معطيات يعني مؤشرات. تمام القادسيه بطل والكويت بطل، لكن بعد اي خليني اكمل. لكن انا قلت مو مجامل، لا هذا واقع مثل ما قال السؤال نفسه. الكويت بعد مباراه كامه والاحداث اللي صارت فيها ونقلب النتيجه من خساره الى فوز، وقلتها انا بعد المباراه قلت هذه مباراه الدوري بالنسبه حق الكويت. الكويت انا يمكن اختلف مع اخوي على موضوع ان الكويت الحين قاعد يؤدي مستويات. الكويت قاعد يمر في الفتره الاخيره، ويشاركني يمكن اخوي عادل او وهذا ما هو تجني، قاعد يمر في مرحله مطبات بالمستوى. ومع هذا يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، مو لاني انا يعني عشان لا احد يقول ان انا حسدت ولا كذا، قاعد يفوز بالمباراه. يعني مباراه تضامن مر في ظروف، مباراه كاظمه مر في ظروف، وكان مباراه قبلها وقاعد يفوز. هذا في مستويات نازل او متذبذب في المستوى، فما بالك لما يرجع الى وضعه الطبيعي. فيصل الدوري وين بيروح؟ الدوري بيروح للكويت. بيروح للكويت. فاصل قصير مشاهدينا ونعود للتواصل معاكم للحديث عن محاورنا اللي راح تكون عن بعض الانديه، عن محترفين نادي القادسيه واوضاع نادي القادسيه، ومحور اخر عن اخر اخبار النادي العربي، والمحور التحكيمي اللي راح يكون مع الحكم طبعا السابق منصور ابو. اهلا بكم مجددا في الـ18. خلال الفاصل ونتابع بعض التغريدات، لاعب نادي القادسيه محمد الفهد يغرد بآية، بسم الله الرحمن الرحيم، كتب فصبر جميل، صبر جميل. رد من قدساوي ذهبي تحت، كلنا ثقه بمحبتك لنادي القادسيه ووالدك الكريم محشوم عن كلام، يعني ما أبي أقول الكلمة اللي مكتوبة، نتمنى منك تجاهل هؤلاء ونثق بكلامك ومصداقيتك مع الجماهير دائما. هذا يعني يمكن في أعقاب الكلام اللي تم تداوله داخل برنامج الـ18. طبعا بس يوسف أسلمك، ترى محمد الفهد أنا عارفه عن قرب، ترى من اللاعبين أخلاقهم جدا عالية بالملعب، ما يتكلم كلمة، ينطق من لاعبين موهوبين يطقون طق. يعني احنا الكويت والقادسيه تعور تحت 19 معانا، وتعور فريق اول معانا، ولا تسمع صوت ابو فيصل ولا يتكلم. ترى هذا شيء يحسب له، يعني احنا نتكلم في امور، لا احنا نقول لا عليك يا ابو جاسم شد حيلك لمصلحتك، لكن ايضا في امور تحسب له. لاعب فعلا اخلاقه عاليه جدا. وانا ارد على اخوي ابو علي الكبير، ترى اذا اهتمام الاخونا الكبير على طيف الصقر بولده ترى مو عيب، يعني هذا ولدي اهتم فيه ووقف معاه واكون معاه. وانا اقول لك ترى هذا امر مفهوم منه. بعدين بيوسف مو بس كذي، تبي تتكلم بكل امانه، محمد الفهد لاعب موهوب، لاعب فنان. يعني محمد الفهد يفترض السنوات القادمه بيكون له شان كبير بالكره الكويتيه. وانا اقول لك اهتمام ابوه هذا 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 المفروض يكون دافع له. وانا اقول له يا ابو جاسم احنا نمون عليك، انت اخونا الصغير، عليك حتى اذا في مشاكل انك تقعد مع ادارتك، مو عيب. كل دائما المواجهه. احنا الشيء اذا ذكر يعني سالفه ان حرصنا على عبد اللطيف الصقر اخوه زميل وكل شيء، عارفين الشيء. اليوم احنا لما نتكلم ان عبد اللطيف الصقر اخونا العود انه خايف على ولده، مشكله مرات كثره الخوف وكثره الاهتمام كثره الحساسيه الزايده هذه تصير عكسيه. هذا ما يقلل من شانه انه والله مو شيء ولا بالعكس، هذا شيء ما تحلف. فهمني وين اثرها السلبي على اللاعب؟ اهتمام والد اللاعب في الأخوه الكبير ايا كان اهتمامهم في اللاعب، وين اثرها السلبي؟ انا اقول لك وين اثرها سلبي. مرات انت من كثر خوفك، يعني مثل قبل احنا الولد من كثر ما انت تحريص على ولدك ما تخليه يطلع برا السكه، ما يشارك ما يخالط ما كذا، يصير بيتوت يصير مغلق، نقول هذا خوف الزايد. هذا اللي احنا كنا نتكلم، احنا نقول ما له شغل بالمقارنه. سالفه ايجابيه، الايجابيه ان انا اخليك انت كلاعب تركيزك مع ناديك مع ادارتك،
هم المسؤولين، هم اللي تاخذون. الا اذا حسيت انا كولي امر ظلم بين انه والله مقصرين بحقك ظالمينك، انا كولي امر اتدخل. اما انت ماشي امورك قاعد تتمرن وقاعد تجتهد وقاعد تلعب اساسي وحاجتك اصابه وفي متابعه، يا اخي تقول لي علاج طب الدكاتره النادي القادسيه قاعد يعالجون اللاعبين اللي برا القادسيه برا الانديه، دكتور عبد الله الفرح قاعد يعالج اللاعبين اللي برا، ما يهتمون بلاعب القادسيه؟ يعني مو منطق. بس احنا قاعد نتكلم بشكل ايجابي، احنا ما قاعد نقصر، تفاصيل احنا نجهلها. انا ما ابي اتكلم اكثر من كذي، بس انا ما قاعد اقصر من حق عبد اللطيف صقر، بالعكس اخو وزميل، بس انت موجود، انت موجود هنا عشان تتكلم. احنا قاعد نتكلم، احنا في شغلات ما نقدر نتكلم، ما نقدر نقول فيها، يعني في شغلات خاصه. بس انا قاعد اقول محمد الفيض طاقه وخامه وقدره رياضيه، خل تركيزه بالملعب، خل اداء بالملعب. مثل ما قال الكابتن اليوم، انت لما تروح للاعلام وللصحافه وللسير سين وجيم، انت مو من صالحك، انت اليوم تبي تطلع، تبي تبرز، تبي تظهر، لازم ظهورك بالميدان، تمام. شغلك بالميدان، تمام. نروح الى موضوع محترفي القادسيه ابو فرحان. للحين ما في اي تقدم في موضوع تجديد اللاعب فهد الانصاري مع نادي الاتحاد السعودي. هل هذا مؤشر يعني لقرب عودة اللاعب لنادي القادسية، ولا اللاعب راح يفضل؟ ما أعتقد في وجهة أخرى. لا أعتقد اللاعب طلع صرح، ما تواصلت معه، اللاعب ما راح يرجع الكويت حاليا. أعتقد حتى الاتحاد ما جدد معه، في أندية قاعد تنتظر رد على في عروض، في عروض وفي أندية تنتظر. عبد الله جاسم يقول كان عنده عرض يعني من نادي السعودي وعنده من نادي إماراتي. أعتقد راح يبقى بالسعودية الموسم الجاي سواء من الاتحاد أو غيره. أعتقد المستوى اللي قدمه فهد أنصاري أنت مع ما يسمح له. إن كان هناك في عرض من النادي الأهلي وعرض واضح وواصل إلى وكيل اللاعب، أنت مع الانتقال؟ مع الانتقال، مع أي شيء مهم مصلحة اللاعب. أنت محترف. لكن أنت محترف. لا أنت عارف الكرة السعودية وأرخص في جدة. سيرجيو يعني لعب بالهلال ولعب بالاتحاد ولعب بالاهلي، في ضغوطات كثيره راح تكون فعاليه. انا ما اخلي جماهير الاتحاد واعتز فيهم، ولكن لما يجيني عرض انتي عقدي ويجيني نادي عرض افضل بالنهايه هذه مصلحتي. لا هو ما جاء عرض افضل، انت الاتحاد ما جددت، ما جددت نهائي، جاني عرض ها فاهم، بس حساسيه الانتقال الى نادي المدينه نفسها يعذرونه. بالعكس كلامك سليم بيوسف، بس انا الحين انا فهد نصاري ابي الاتحاد، الاتحاد ما جدد معي، شو اللي اقدر اسويه؟ هو لعب محترف اصلا. اي لو كان مثلا بيوسف خلينا نقول الشهر اللي طاف وقع مع الاهلي، هني صعب، هني يصير فيها صعب. اتكلم كمدينه جده مثلا ما وقع مع الهلال او النصر، بس انا كفهد الانصاري شو اللي اقدر اسويه؟ انا ابي الاتحاد، والاولويه للاتحاد، ووكيله قال اولويه الاتحاد، لكن الاتحاد ما قاعد يتحرك. سيرجيو لعب بالناديين الاهلي والاتحاد، سيرجيو البرازيلي وجاب بطولات مع الفريقين ها؟ انا اقول لك فهد الانصاري فتح عشيري الحين قاعد يلعب مع الاهلي، احد اللاعبين الاساسيين، وكان لاعب الاتحاد السعودي ولاعب سعودي ها؟ ما صار موسم انتقل الاهلي. زين عفوا احمد الظفيري، في ضوء المستوى اللي قدمه مع نادي القادسيه، توقعاتك انه يكمل معاهم الموسم القادم؟ اعتقد سنه ونص. اعتقد تاهلوا بيوسف اليوم ها؟ اليوم فازوا على الوحده، فازوا واثبتوا بالدرجه وموجود. اعتقد عقد احمد الظفيري مو ثلاث شهور، اعتقد سنه ونص. سنه ونص، فالموسم الجاي هو عقده، مو شيء جديد، فباقي هو بالقادسيه السعودي. زين وسيف الحشان، سيف الحشان اعتقد الشباب قاعد يمر بمرحله صعبه، انتهى الحين الموسم، يبقى عاد مساله عودته او عروض ثانيه. اعتقد اللاعب الاصابه حرمته ان يكمل مع فريق الشباب، ولكن نحترم نادي الشباب وفائهم بالالتزام بالعقد واهتمام سيف الحشان، رواتب اللاعب واموره كلها اموره جميله. اعتقد عوده عاد تبقى اللاعب اذا عنده عرض ثاني او يرجع الكويت محترف. اللاعب يحتاج، راح يرجع محترف سواء قادسيه او غير، يعني ما اقول راح يرجع غير. لا القادسيه لا يرجع عادي، الا القادسيه، اذا القادسيه يرجع محلي يرجع عادي، اذا اي نادي اخر محترف اي فراح يرجع سنتين، لان اللاعب يملك بطاقته، يملك بطاقته. اعتقد سيف الحشان يبقى القرار عنده، واتمنى الامانه عودته للقادسيه الفتره الجايه اذا قدموا له عرض مميز. سلطان العنزي قاعد يقدم مستويات جيده مع نادي الخور، اليوم احرز هدف في قطر مع فريق خارج. انا عندي بس معلومه، بس ما في كلام على، لا انا عندي معلومه، عندي معلومه انه راح يجدد. راح يجدد، نعم. يعني انا اعتقد من شخص مقرب لنادي الخور، مش مغرب لسلطان العنزي، لاعب ارتكاز 7 اهداف راح يكون متواجد، خاصه انه قاعد يقدم مستوى بغض النظر عن الاهداف والاهداف نص متاخر، وقاعد يقدم مستوى. لكن بيوسف اذا تسمح لي ارجع لفهد الانصاري، فهد الانصاري اصلا من مصلحه الاهلي ان يجدد مع فهد الانصاري، مصلحه الهلال اقصد انه يعني الاهلي انه ياخذ فهد الانصاري، حتى مصلحه الهلال. انت الان فهد الانصاري يعتبر لاعب اسيوي، بدل لا تجيب لاعب برازيلي. شوفوا الهلال في الاونه الاخيره
حتى شارك آسيويا أتب عمر خريبين وهو عنده مهاجم برازيلي وعنده ياسر القحطاني وقبل لا يودي ناصر الشمراني إعارة. فأنت لما تكون لاعب في محور في قيمة فهد الأنصاري كلاعب آسيوي في ذيك بطولات خارجية، أنا أعتقد فهد الأنصاري مكسب لجميع الأندية المتواجدة الآن في الدوري السعودي، حتى الفرق الإماراتية اللي تشارك في دوري أبطال آسيا فهد الأنصاري مكسب. وأحيانا في سياسات بعض الأندية يعني، وهذه تحدث يعني حتى على المستوى الأوروبي، إذا كان نادي يعني في حساسية بينك وبينه ونادي تلعب مع مباريات ديربي، سياسة إضعاف خصمك باستقطاب لاعب بارز من النادي المنافس هي تؤهلك للمنافسة والصراع على البطولات المحلية على الأقل. أكيد وكثير يعني شواهد. لا صح كلامك، بس العتب الحين تعتب على الاتحاد مو فهد، أول شيء تعتب على الاتحاد. الاتحاد نادي الاتحاد، نادي الاتحاد تعتب عليه أنك أنت اللاعب عندك. أنت ما تعتب على الاتحاد، على اتحاد الكرة. لا هذول لا فيهم كافيهم السنة هذه. قصرت فيني فرام. الاتحاد نادي الاتحاد الحين هو يتوجه للوم، لأنك أنت لو تبي اللاعب عندك جدد له، قدم. عندهم مشاكل مالية. عندهم مشاكل مالية. المحترف الغاني الصومايلة يعني الآن هو بالغرافة، ممكن يرجع نادي القادسية، خاصة أن النادي يمتلك بطاقته وموقع معاه لغاية 2020 أعتقد نادي القادسية. والله شوف أنا مو مع أن القادسية يعني يرجع اللاعب عند الحين، يستفيد ماديا يعني من اللاعب كونه هناك موجود. هذه نقطة. النقطة الثانية، أنا عندي اليوم عندي مهاجمين يعني الأمانة، مدافع. عفوا عندي مدافعين اليوم كاملين يعني، اليوم لما نشوف خط الدفاع متميز، خط دفاع مثل ما قال اخوي عادل عقله، خط الدفاع ما عنده ما عليه غبار، لكن كان فوف افضل في وجود صومالي. شخصيا شوف انا شخصيا ما يعني ما ايد انه يكون لاعب محترف في خط الدفاع. جميع الانديه انا اتمنى اللاعبين المحترفين يكونون، مع انه ترى عادل ما عانيتوا من وجود صومالي مع في خط دفاع نادي القادسية، اكيد يعني كان قصدي يعني اللاعب ترى اعطى اضافه فنيه هو بس من اسباب حصول الدوري. شوف يوسف انا افهم الكلام اللي قال ابو فيصل، صومالي لاعب يعني غير عادي. صومالي ها مو صومالي، صومالي لاعب، صومالي لاعب الكويت. ايضا عنده ميزه بناء الهجمه، ترى في الوقت الحالي بناء الهجمه فقط مساعد ندى. لكن انا ايد ايضا كلام ابو فيصل صراحه، عنده خط دفاع عندهم خط دفاع ماديا لانه قاعد يقدم مستويات عند الغرافه راح يجدد معاه. قبل اروح للنادي العربي ابي اروح على موضوع التحكيم وياك كابتن منصور. تابعنا تصريحات رئيس نادي الفيحيل حمد الدبوس مؤخرا وقال يعني التحكيم ذبح الفيحيل، رايك في هذا الكلام؟ طبعا مثل ما قلت لك انا اعتقد ان التحكيم اليوم ما اصبح على ظاهره. تتفق ويا مليون بالمئة؟ مليون بالمئة. لما اليوم انت لو نادي العربي قبل ثلاث اسابيع او قبل اسبوعين متصدر الدوري ويطيع عليه الصدارة لعبة الفحيحل وملعبة الساحل بسبب أخطاء تحكيمية، إذن هذه ظاهرة. ظاهرة ما يفهم التعمد. لا ما هي تعمد نهائيا، لا تعمد، خلينا نكون واضحين، لا تعمد ولا مراهنات ولا الاتحاد يقول لهم تعالوا قطوا الفريق. لا 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 لا. أخطاء بكثرة كانت بالسابق، إحنا نقول ظاهرة، كنا نقول والله جزء من اللعبة ان الاخطاء التحكيمية جزء من اللعبة وحلاوة اللعبة، بس لما تصير الاخطاء بهذه الكم وبهذا القدر وبهذا الشكل اذا صارت ظاهرة على كل الاندية، مو موجهة كل الاندية. اليوم نادي كاظمة ذاك اليوم يشتكي من تحكيم، نادي الكويت ذاك اليوم يشتكي من تحكيم، القادسية، العربي، فحيحيل. بالسابق الاندية الصغيرة فقط كانت تشتكي من التحكيم، اليوم الاندية الكبيرة تشتكي من تحكيم قبل الاندية الصغيرة. فبالتالي بالسابق كنت تشوف ظاهرة حالتين بالتحكيم. شنو سبب؟ أنا أقول لك شنو، كنت تشوف حالتين بالمباراة، ركلة جزاء ما تحسب، جول تسلل. اليوم تروح مثلا باللعبة الواحدة ثلاث ركلات جزاء، أربع حالات. شنو سببها؟ أسبابها أنا أقول لك. السبب الأول اتحاد المؤقت، اتحاد المؤقت كان يالي مدة 5 أشهر. اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد. أيه؟ كنت جاي أنت 5 أشهر ياس فواز الحساوي مع الشباب الجايين، انت بهالخمسة اشهر انت جاي تبدا، والله كنت مسخرين لك الدوله الماده والحاله والدعم وكل شيء، كنت مفروض بهالخمسة اشهر تتفرغ كامل متكمل لعمل هذا الاتحاد، تلملم العالم وتشتغل وتحط لجان. انت من جيت لجنه الحكام عندك 23 حكم تسربوا، انت قاضب لي تعتذر ما تعتذر، انت ايش تبي بالاعتذار؟
رحت لجنه المسابقات عندك مشاكل، لجنه الانضباط عندك مشاكل، خمس اشهر ما قدرت تدير الاتحاد. اليوم لما تجيب حكام انت 22 حكم اي بس كبرت الموضوع رحت على فواز الحساوي لان رئيس لجنه الحكام لان رئيس لجنه الحكام احنا لما قلنا يا فواز الحساوي انت كرئيس كرئيس اتحاد المؤقت لكره الكره الكويتيه انت تقدر تدير جميع اللجان وجميع تحضر جميع الاجتماعات وتكون انت هناك راعي الشأن وقرار. انت رحت صرت رئيس لجنه الحكام، رئيس لجنه الحكام لازم يكون متفرغ، لازم يكون متواجد، لازم يكون موجود على طول على العقوبات وغيرها وايقافات. انت اليوم عندك 20 حكم بالساحه اللي موجودين اللي يديرون المباريات، ليش؟ لان 23 حكم من النخبه واقفين مخليهم على الركن. انت لو كنت اساسا كنت جايب الحكام هذيلي ولامهم وحاط انت الحلول كان انت ما وصلت لهالمرحله. شنو دخل فواز الحساوي في الاخطاء اللي تبدر من الحكام؟ ممتاز ممتاز بيوسف. انا لما عندي 15 حكم الى 20 حكم يخطون اخطاء مفصليه تدير وتغير نتيجه المباراه، لا اقدر اعاقبه ولا اقدر اوقفه ولا اقدر اريحه ولا اقدر اسوي له شيء. ما اقدر، ما عندي غيرهم. عندي 22 حكم قاعد يديرون لي مراحل السنيه والفيفا وكاس الامير وكاس ولي العهد وما اقدر اوقف احد. انا لو اشوف اليوم بيوسف يخطي 14 خطا بمباراه واحده المفروض على الاقل انا وقفه شهر الى شهرين. انا اليوم ما اقدر اوقف. الموسم الماضي كم واحد متوقع كم واحد مضروب؟ وايد. الموسم يطاف وايد. ليه ما صارت المواضيع هذه؟ انا اقول لك الموسم يطاف. الموسم اللي طاف واللي قبل. اولا اكثر من عدد هذا. لا 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 العقوبات سريه تامه. عمرها ما صارت انك انت تيجي توقف حكم وتقول له انا ترى وقفت الحكم الفلاني. كم المضربين يا ابو؟ كان في اضراب العام. مو المضربين، انا قاعد اقول لك سياسه قانون او سياسه اداره لجنه الحكام. اي حكم انا اوقفه ما اعلن، لان من اوقفه واعلنها رسمي اضرب الحكم. مو هذا سؤال. في حكام توقفوا بالشهر وشهرين. مو هذا سؤال. لان كان عندك كم الحكام. مو هذا سؤال. انا عندي كم الموسم الماضي. اي نعم. واللي قبله اعتقد اضربه نفس العدد هذا. نعم. لا 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 ما اضربه ما اضربه. في 40 حكم احتجوا ولكن ما اضربوا، كانوا متواجدين ويحكمون بس وموجودين بالساحه. في لغط. اي بس الان هذيلي اللي صار معاهم شنو؟ هذيلي وقفوهم بقرار اللائحه. شو تقول الماده 16 على لجنه الحكام والاتحاد الكويتي لكره القدم؟ لما انا اي احتج عليك اي اقعد معاك احقق معاك اطلع تقرير اوقفك. كل هذه ما صارت. تسمح لي ابو علي بعد عندك ابو يوسف الحين على نفس الموضوع. اوروبا الحين لاعب، خلينا نقول لاعب مانشستر يونايتد، لاعب ريال مدريد، اوقات لما يلعب خميس يوم الاحد وخميس عنده الاحد لازم يريحه، يقول مرهق. هذا قاعد يصير بالحكام. يعني انا اقول لك الحكام الحين انا اقول لك مظلومين. صح. بسبب ابو يوسف انت لاعب تحتاج ريحه، هو كل ثلاث ايام مباراه هم يحكمون، فشيء طبيعي اوقات يرهق حتى مخك يرهق. ما تعرف تعيش. هذا اللي قاعد يصير بالاخطاء. ابو يوسف انت لاعب يتمرن الصبح وعصر، الحكام ما يتمرن الصبح وعصر، فيرهق اللاعب. لهذا سبب انا اعطيك شغلتين. الشغله الاولى انا احط عذر لهم، الشغله الثانيه على رئيس الاتحاد، على رئيس لجنه الحكام الاخ العزيز ابو عبد العزيز انه يقعد مع 20 حكم. لسبب يا اخي مو لمصلحتهم، لمصلحتك. نعم. انا كاداري اوقات عندي مصلحه عند اللاعب، حتى لو اللاعب اخطا انا انزل له. صح. لسبب مو عشانه، عشاني، عشان الفريق. الان انت ال20 حكم وجودهم ضروري مو لانهم حكام قمه، لا كلهم اخواني وربعي، ولكن تحتاج عدد. ويوسف اوقات في حكم مميز، لاعب مميز، تلعب يوم الخميس احسن لاعب، يلعب الاحد نجم، يلعب الخميس مو زي مستواه، شو تحط عذر؟ مرهق. صح. نفس الشيء الحكام بيوسف، ما عندك عدد، كل ثلاثة ايام مباراه، شيء طبيعي بيخطئون لان امورها قطعه. زين نائب رئيس لجنه الحكام ما يتدخل ولا يتكلم؟ انت المفروض انت تخلي بغض النظر، فواز مو موجود، فواز كله مسافر مو موجود. انت كلجنه الحكام انت المفروض تقول ترى احنا غرقانين، باقي خمس اسابيع خمس جولات، الفرق قاعد تشتكي، يا يبوا الحكام. اليوم الحكام قاعد يحكمون مراحل سنيه وفيفا وكذا، خمس مباريات تكفى. هذا الحكم اللي ب 90 دقيقه بيركض مع الكره في نفس اللحظه ب 10 ثانيه بيتخذ قرار ما بين قرار اداري وفني وقرار لصالح الفريق الفلاني. شلون بياخذ القرار بهال 20 اقل من 10 ثانيه وهو مرهق وما في تركيز وضغط اعلامي عليه والكل يشتكي منه والفريق والمشرفين والاداريين كل صافره يحتجون عليه؟ شلون بياخذ القرار هذا؟ اعتقد الخمس مباريات ما يمديهم، اعتقد الكلام هذا كله الموسم الجاي منقطعين. اعتقد لا لا مو واقفين، مو واقفين ترى
هم ما زالوا يركضون ويتمرنون وما وقفوا وموجودين بالساحه. بالعكس اجل انضم صوتنا كلنا بس, بس انا اللي اقول انا ليش قلت لكم اللي راح يصير الفيصل ببطل الدوري الحكام لانه ما ارد واكررها لا متعمد الحكم مو متعمد ولا رهان ولا شيء ولكن لسوء الاداره والضغط النفسي اللي عليه وعدم والظاهره المتفشيه بالاخطاء اللي قاعد نشوفها بشكل مو طبيعي راح تاثر على نتيجه المباريات. تبي اختصرها لك لمصلحه الحكام الموجودين الان لابد العشرين يرجعون لمصلحتهم نعم. حتى يساعدونهم بيوسف بس في شغله بقولها لك جديده طبعا. شغله جديده هذا طبعا شيء يشكر عليه رئيس الاتحاد بكل امانه. احنا السلبيات تكلم ايجابيات. اليوم وصل كتاب رسمي لجميع الانديه المبالغ المركز الاول الثاني الثالث. الاتحاد اكد التزامه بكتاب رسمي بيكون المركز الاول 100,000 دينار المركز الثاني 70 المركز الثالث 50. طبعا في ناس قال لك انه من يدفعهم وشككوا الان وصل كتاب رسمي للانديه يعني بتكون 100,000 من يدفعها سواء كان السيد فواز الحساوي سواء كان من السبونسر سواء كان من الهيئه. بالنهايه انا كنادي ابي ال100 او ال70 او ال50 من يدفعها ما يهم اذا كان فواز الحساوي لا 70 حلوه هذا امر يشكر اذا كان من ماله لابد ان نشكر هذا الرجل. انا بس بتكلم على موضوع انت سالت سؤال ليش مستوى الحكام نازل. الحكم بشر اولا واخيرا. النقطه الثانيه اللي قاعد تاثر على مستوى الحكام هو الايقاف. اليوم انا كحكم مثل الحالي من حال اللاعب بشد حيلي زين ابي هذا يعني هذا الامر يعني لا تقول لي والله مثلا سلبيته على الكل سلبيته على الكل على الكل 100% حكم لو ابدعت وسويت 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 بالنهايه ما راح احكم برا. طموحي مو احكم على مستوى الكويت وبس ما اقدر اطلع برا حتى المدربين إيه؟ حتى يعني انا يعني اضم صوتي لصوتك ان في نائب رئيس اللجنه الحكام انا مو معاهم انهم يضربون ويبتعدون عفوا بس لجنه الحكام لجنه الحكام منو اعضاها؟ اعضاها عارف ابو الحسين شعبان غانم السهلي وليد الشطي كلهم خبره صراحه كلهم يعني ناس لا حكام ترى ما ضربوا فيصل. لا انا بس بقول لك ليش انا ابتعد انا اكون متواجد واوصل صوتي لهم لان اليوم الاتحاد هذا مو اتحاد فواز الحساوي ما قعدوا ولا اتحاد بغض النظر قاعد معاي ولا ما قاعد معاي انا اتواجد ادير المباريات وبالنهايه احاول اوصل صوتي عن طريق اي قناه لكن انا اكون متواجد وليش ما زينوا وحرام انا قاعد اقول علي انا علي كلام فيصل صحيح ما قعدوا وياهم احنا نقول للاعب اللاعب عندك طلب تمرن واطلب تمرن واطلب خلينا نقول ما اعطيتك لا تقعد ببيتكم هني مستحيل اعطيك لكن احرجني تمرن انت حكم واطلب لا حكم واطلب هذا كلام خالص في لغط في لغط مو صاير. شوف اليوم يوم المباراه النهائيه يوم سووا كتاب هذيلي قالوا يا ابو فواز الحساوي نبي نقعد وياك يا ابو عزيز الساعه 10 دق عليهم الساعه 11 قال ماني قاعد وياكم. القرار اللي طلع توقيفهم هم المفروض انت كاتحاد انت على اي اساس توقف زين بس هم ما قالوا بس اسمحوا لي انا شخصيا والله تزعجني كلمه هذيلي انا احس فيها حساسيه. ممكن تقول اخواننا الحكام الشباب استبدل كلمه هذيلي ماكو مشكله لا انا قاعد علي راس اخواني زين ما صار حبايبي الحكام لا أنا والله احنا 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 وين نبي نروح؟ الشباب اللي قاعد يقولون انه لازم يحكمون احنا قاعد نقول انت كلجنه حكام الماده 16 اللجنه شو تقول يا بابا اقعد تعال اقعد وياهم قرر حط طلبات انت اقعد معاه لا طلبات حقق معاه شنو يا استاذ هذا 20 طلب يا ابو تكفى حقق شروط انت انا اليوم انا مسؤولك انا اروح اكتب في كتاب واوقفك عن العمل من غير ما احقق معاك ولا اقعد معاك يصير هالشيء؟ ما لازم انا اقعد معاك واقول لك ليش يا ابو يوسف انت عملت كذا وكذا صار وكذا ما صار وحق ما صار انا بسالك سؤال لا بس سؤال ابو يوسف دخل الحكام يوم المشكله صارت متى في المباراه النهائيه نعم زين لما كان مثلا الحكم يدير المباراه سي من الناس اوكي ما صار في اعتراض من بعض الحكام على سي من الناس اوكي زين ليش صار الاعتراض مع علما ان من اللي يحط الحكام من اللي شك لجنة الحكام زين ليش صار اعتراض على مثلا سين من الناس انه والله ما نبي يحكم او اذا حكم احنا ما راح نحكم من اللي خلق المشكله اللي خلق المشكله الاخوان بلجنه الحكام حطوه خلاص انتهى الامر انا قاعد اقول لك انا عندي مشكله انا جاي 5 اشهر يا ابو فيصل انا جاي 5 اشهر ادير اللجنه انا الحين مشكلتي والله عادي يصير رفيجي ولا بدير اللجنه بخمس اشهر وبمشي انا احل مشكله حكام صار له 30 سنه وهم حطوا حكم وهم ما عندهم مشكله ابو فيصل يو قالوا احنا عندنا مشكله مع ابو فيصل انا ايش علي عندك مشكله ابو فيصل انا جاي ادير المباراه يا ابو علي بخمس اشهر انا بقول لك انا قاعد ادير استغل شغله احنا في نادي كاظمة بالثمانينات كنا انجح فريق انزين المنتخب الكويتي في ايام عزه
كانت تكتلات كان هذا يحب هذا وهذا ما يحب هذا، هذا امر طبيعي ترى. اليوم أوكي. اليوم ما تلقى انت في من 11 لاعب وهذا وخالد شارك في ماريو وبيبيتو ما يتحاكم ما يتحاكم، لكن انا داخل ملعب ادري في من انا احبك ما احبك هذا امر ثاني. فيصل في ناس اذكياء، دقيقه ابو يوسف، في ناس اذكياء احتواهم ما بيكون ذكي، ما له شيء، في ناس احتواهم، في ناس انت ما احتويتهم، انت شقيت الخلاف. لا بس احنا بموضوع ابو علي، موضوع انا ما احكم مع هذا، لا هذا خطا، يعني يجيني لاعب كان خطا لاعب عندنا نفس اللاعب ترى يجيني لاعب يقول انا ما العب مع فلان، ما تلعب مع فلان، ما تلعب ما تلعب سريع، مو انت مو انت تفوز علي بالنهايه، انت شنو علاقتكم مع بعض؟ انا لا، ومو بس كذي، حتى اثناء المباراه تكلموا مع بعض، تركب سيارتك كيفك ان شاء الله ما تسلم عليه، لكن انتوا سته او خمسه واربعة خاصه ابو علي، هذا نهائي، اذا انت تفرض علي ما يحكم بالنهائي زين، هذا حكم زين اذا ما يحكم بالنهائي وانت حكم زين لا تحطهم. انا ترى المشكله باثنين انا اعرفهم، اي نعم، ترى اثنينهم مميزين، اثنين مميزين نعم، وحكام حتى الراي اعتذروا ترى مميزين، يعني اذا انا مميز يا ابو يوسف وين احكم؟ هني سؤال بس بس الحقائق للحق، هني سؤال، احنا اليوم ليش نروح فواز الحساوي انت سبب المشكله؟ رئيس لجنه حكام، رئيس لجنه حكام يا اخوي صار ترى رئيس لجنه حكام بالتالي، إيه؟ هذا هذه نقطه، النقطه الثانيه مسافر مو موجود زين، في نائب رئيس اقعد معاه ما قاعد يحل المشكله، ما استدعوه انت، مو ما يحل المشكله انت، ما قاعد تسوي اللي انا ابي، هذه مشكلتنا. مباراه مصيريه اللي طافت، تدري الحامل الرايه الثاني درجه شنو؟ درجه ثالثه تو داش، انت وين قاعد، وين واصل انت؟ شنو هالمكابره؟ انت قاعد تغرق، انت داش بنفق مظلم، انت اليوم بتحل المشكله ولا بتحط لك زين اللي تعديل ابو علي؟ عفوا انا بحط بعرض بعض اللقطات او لقطتين تحديدا، البدايه مع لقطه اللاعب شهاب كنكوني نتابعها وبرجع لكم، هذه بعض يعني الامور التحكيميه اللي حدثت خلال هذا الموسم. نعم تقدر يعني تعلق على هذه اللقطه كابتن ابو علي؟ انا طبعا هم طبعا شهاب هني يحتاج ان اللي فيه مخالفه بالاساس، فيه مخالفه شهاب معاه حق؟ لا 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 اكيد، شوف هذه طريقه الاحتجاج الفجه هذه ما من حقه، اولا في اداري كابتن الفريق ما يقدر يتكلم، كابتن على فكره في شغله مهمه، احنا ماخذين احنا كابتن الفريق ماخذين انه يكون لا لا كابتن الفريق على داخل ملعبك على ربعك، كابتن الفريق مو على الحكم، كابتن الفريق انك تدير ربعك، تسيطر عليهم، توحدهم، تكلمهم، انا فاهمها بالعكس، والحكم هو اللي يفرض قضايه على اسمه، مو هذا كابتن الفريق وقف بهالطريقه وصرخ هني شهاب، هني شهاب يبي على اساس انه في مخالفه بالسابق والحكم ما حسب، زين انت اججت الفريق، انت شعللتها، انت خليت الفريق كله يهج بعد ما كان النتيجه كانت 1-0 ها لصالحهم، غيرت مجرى المباراه، يهج العرفه ابو خالد يعرفها شنو يهج يعني يلحق، فانت شوف دخلت العالم يعني نفق مظلم، وبالتالي هم مشيت وما صار شيء، وانقلبت النتيجه عليك 2-1، هذا تصرف ما هو تصرف حكيم، انت ككابتن الفريق المفروض تكون اعلى واقوى واكبر من كذي. زين نرجع الى لقطه اللاعب محمد نعيم لاعب نادي الفيحيل، يا ريت بس الشباب تحطونها لنا، وال يعني الخلاف والجدل اللي صار على ما حدث في هذه المباراه. زين تابع هذه اللقطه، ها تعليقك عليها هذه مصر. هذه طبعا ما فيها شك مخالفه، هجمه واعده لمحمد نعيم رايح باتجاه المرمى، راح طبعا ممكن يرفعها، ففي هجمه واعده، فبالتالي مخالفه وكرت اصفر. هني شوف هني انا اللي اقوله لسعد الفضلي، سعد الفضلي انت ما حسبت مخالفه، خلصنا اشربها اللاعب، خلاص انا اوخر عن اللاعب وامشي، انا اعطيته انذار لاحتجاج اللاعب، اعطيته انذار، ليش اوقف بمكاني اعطي انذار واسجل انذار واعطي ظهري وامشي؟ ما اوقف انطر اللاعب لمجرد انه يستثير اللاعب مره اخرى عشان يحصل على البطاقه الحمراء، انا ايش اسوي؟ انا مو ما اعطيت فاول محق، هجمه واعده، كرت، ما اعطيت كل هذا، واقف مثل الاسد وناطره يجيني اعطيه كرت اصفر، اعطيته خلاص اعطيته امشي، ما رد اوقف بويه تعال ايش عندك؟ ما معناه ها؟ يعني انا ابيك هذا الاصفر وهذا فوق الاصفر الثاني والاحمر، ليش تخلق انت؟ احنا دائما نقول اللاعب الحكم الذكي اللي اقل اخطاء، اللي يبعد الاحداث، اللي ما يدخل اللاعبين في اتون الحكم، مو ند مع اللاعبين، ما هو ند. عاد سعد الفضلي هالموسم اقل اخطاء،
صراحه من حكام مميزين بس بهالمباراه انا اقول لك في احد يعترض على قرار الحكم يعني نفس ابو شوف يوسف شوف علي عفوا على اللقطه اللاعب يستحق فيها انا اقول لك ابو يوسف اللاعب له فاول لا فاول نعم. لكن انت في اجماع ما لا فاول في اجماع لكن ايضا احتجاج يعني واضح الموضوع احتجاج اللاعب قد يكون بطريقه استفزازيه احنا ما ندري شنو اللاعب قال للحكم ما ندري طبيعي ايه؟ اي لاعب يحس انه هو تعرض الى يعني ظلم انا اقول لك شوف يوسف من مو بطريقه شوف يوسف لا لا انا ما اقول غلط بس يكون له رد فعل شوف يوسف شنو قال للحكم احنا ما ندري طبعا يمكن يكون ما قال له شيء يمكن يكون قال له شيء بس انا اقول لك انا عشان اكون منصف واكون حقاني سعد الفضلي من نجوم الموسم ولكن في مباراة سامي وفحي لم يوفق. أنا أقول شغلة يوسف. نهاية أنا أقول شغلة. شيء بشيء أذكر. أنا بذكر لك إحنا مشكلتنا اليوم داخل الكويت أو مشكلة لاعبينا اليوم ما في ثقافة عند لاعبينا. إحنا مع إن هذه الكرة يستحق فاول عليها لاعب الفحيل. لو نرجع بالذاكرة ورا. نهائي كاس العالم بين اسبانيا ما اروح سرد تاريخي لا 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 لازم نطلع فاصل لا يوسف بين اسبانيا وبين هولندا اسبانيا فازوا على هولندا. في جول مشكوك فيه صح ولا مو صح تحدث لا لا تمام انا اللي بوصل اللي بوصل حالات لا لا حالات اللي بوصل اللي بوصل ان بعد المباراه لاعبين هولندا ايش سووا وهم صاعدين فريق الاسباني قال لهم لا لا مو غسل مو هذه النقطه اللي انا بوصل لها المشكله ان نثقف لاعبينا ان في حاله مثلا صار خطا من الحكم الحاله بس دقيقه قبل لا تطلع فاصل الحاله هذه الحق اللاعب لما احتج بطريقه بتشويح وكذا ما ساب لان لو ساب على طول دايركت يطلع له كرت الاحمر ما يطلع له اصفر فبالطريقه هذه لان احتج بهذه الطريقه طلعت له اصفر خاص طلعت اصفر عطى ظهرك ويمشي لا تعيدها ابو علي قلت الكلام ما في داعي للاعاده فاصل قصير ونعود للختام وحديثنا عن محور النادي العربي عودة لكم لمتابعة حديثنا في سهرتنا في 18 مع الضيوف يعني لازم نتكلم عن شوي عن النادي العربي يعني ما أدري إذا يمدينا عندنا 5 دقائق موضوع طبعا العقوبة المتوقعة على العربي وحرمانه من التعاقدات لا لكن لاحظنا ما في رد فعل من الإدارة شوف رد فعل مذنبة أنا أتوقع أنها بصمة عار الإدارة العربي لما تكون منذر قبل شهر تدفع ولا ترى تحتاج أنك تواجه خلنا نتكلم الجماهير المفروض الحين ما لهم عذر ما يشلفون ايش يقولون تدري ايش اللي صار ما يقبل اي عقل اي مشجع عرباوي لا يستغفلونكم قبل شهر جاء كتاب الاتحاد الكويتي اذا ما سددت العقوبه هذه شهر كامل بامكانك تدق على المحامي الفيفا وتسدد موضوع اللاعب وتنهي الموضوع الكتاب جاء الاتحاد الكويتي وقالوا لا احنا ما وقفونا ولا طيحوا ولا منعونا من التقاعد يقولوا لنا شهر 5 شوف اللي ترجم الكتاب منه شوف المصيبه ركز على كلامي اللي ترجم الكتاب النادي العربي يقولون هذول ضايعين الاتحاد الكويتي خلونا احنا غلط الاتحاد الكويتي فعلا لان كانت ترجمه واضح انه وقفوهم عن تسجيل لكن طلعت المصيبه انه ترى شهر 5 اذا ما سددت على اللاعب ترى راح توقف جاء شهر 5 وجاء الكتاب التاكيد انت خلال شهر ايش قاعد تسوي انت قول لي شلون راح تواجه جماهيرك اكيد ما في رده فعل لان مالك وجه اصلا ترد على جماهيرك ولا تواجه الجمهور العربي انت منعت خلال سنتين فترتين توقيف الحين بذراعك وبايدك وتدري وشهر متفرغ الى نقاط الثلاث او متفرغ الى عزل مدير كره وعزل نائب مدير كره وعزل مو صحيح الكلام هذا هذا جمهور نادي عربي هذا كيان انت تسببت بكارثه بعدم تسجيل اي لاعب خلال سنتين اذا يمكن هبوط بعد اتوقع قرار الهبوط بعد ملحق بالكتاب بعد اسبوعين اذا ما تلحقت فانا ما في تعليق لان ما في الكتاب واضح ما في مجال التفسير والتاويل الكتاب واضح تدفع ولا عقوبه ما دفع جت العقوبه وتدري المصيبه انك تدري فيها قبل شهر جاء الكتاب وناقشناه بالبرامج الرياضيه هذه المصيبه اللي مرت على النادي العربي نعم ايضا ابو خالد في تصريح جديد ل طبعا حسين عاشور في الانستغرام عن تعرضه لشكوتين واحده من اداره النادي العربي والثانيه من الدكتور محمد خليل يعني رايك في هذا الموضوع وبعد ما يعني هو الان مطالب بان يثبت بان جهازه تم او حسابه في الانستغرام تم اختراقه وتم التغريد فيه يعني بوجهه نظر تخالف وجهه نظر الحقيقيه شوف ابو يوسف احنا بنتكلم على شكوى محمد خليل احنا بالسابق
على اخوي خليل البلام كنا نقول لا ليش تشتكي؟ خلنا الامر رياضي، ليش نروح برا ما دام الامر رياضي؟ بس حسين عاشور لا مختلف، لان حسين عاشور رافع قضيه، رافع قضايا على كل الرياضيين. ما دام انت دشيت بهالمجال عليك انك تتحمل. انت رفعت قضايا على كثير، الان من حق محمد خليل، دكتور محمد خليل ان يرفع قضيه عليك. انت ما دام رحت للقضاء من حق ابو خليل ياخذ حقه منك بالقضاء. اما موضوع التلفون انا ما بيدش من نياتي ابو يوسف بكل طبعا هذا إيه؟ امر لكن هذا امر يعني سهل سهل اثباته سواء بالايجاب ام بالسلب. الموضوع يحتاج الايميل، هناك مراسلات راح تتم اذا تم اختراق الجهاز الى الايميل يثبت هذا الموضوع بايميل الشخصي عند اداره الجرائم الالكترونيه. كلامك سليم 100%. ليش عشان كذا يقول لك انا ليش ما بديش بالنيات؟ قد يكون هو كاتب، قد يكون لا، يعني حرام هذا. لا بالنهايه هو يعني اخوي حسين عاشور قال ان جهازي تم اختراق او حسابي قد يكون تم اختراقه، فاكيد اذا انت حسابك مخترق يوصلك عبر الايميل، فهو طالما يعني اذا حسابه مخترق واصل الايميل يروح يثبتها للجرائم الالكترونيه وينتهي الموضوع. شوف هو عليه انه يجيب دليل صحيح، اذا هو كان قايل هالكلام عليه انه يتحمل. شوف انا اقول لك يوسف، احنا تربينا وتعودنا كلام انت قايله تحمل مسؤوليته، ما اروح اقول لا انا ما قلته. نعم انت قلت هالكلام اتحمل مسؤوليه كلامي اللي قلته. موضوع لا انا ما قلت عليك انك تثبت. وانا اقول لك قد يكون الرجل مظلوم وقد يكون الرجل مو مظلوم. انت الكلام اللي قلته هذا كلام سليم عليه انه يثبت صحيح. لكن انا برجع الى موضوع شكوات محمد خليل. انا اقول لحسين عاشور خلاص خلونا مجالنا الرياضي، في قضايا كثيره حسين عاشور رفعها على الرياضيين، وحتى يعني ترى حقه شخص ابو يوسف، انا اقصد حق اي شخص انا عارف القضاء ابو يوسف. خلنا في مجالنا الرياضي ابو يوسف، والله العظيم سهل انك ترفع قضايا تكسب فلوس وتصير بطل، سهل لنا كلنا. بس يا ابو يوسف هذا مجالنا الرياضي، خلاص خلونا مجالنا الرياضي يا اخي. شنو يعني خلونا؟ يعني انا الحين اذا انا بلجأ للقضاء مالي حق؟ لا لا لك حق كمواطن صح ولا صحيح؟ كمواطن بس مو كرياضي. انت حقك كمواطن، انت الان اعزل انك مواطن، انت رياضي، هذا اللي اقصده ابو يوسف. انت اي مواطن او اي مقيم له الحق انه يروح للقانون، والحمد لله قانون الكويت نحترمه ونقدره. الان انت رياضي، خلنا بالرياضه، خلونا بالرياضه. ترى سهل باش تصير. انا اشتكي على فيصل، انا بالرياضه وينغلط علي الجا حق منه؟ انت شخصيه عامه ايا كان في الوسط الرياضي. انت شخصيه عامه؟ شنو؟ لا انت شخصيه عامه، شخصيه عامه. انت قناعاتك يا ابو يوسف على انك تكون شخصيه عامه، عليك انك تتحمل. يوسف لو 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 اوريك السب اللي يجيني كل يوم ولا راح تشتكيت، بتقول لي صح شخصيه عن شخصيه تفرق. انا اقول لك انصح الاخ حسين او غيره، خلونا مجالنا رياضي. والله ابو يوسف سهل تروح قضاء، ورحنا قضاء راح تصير الامور صعبه. فيديوهات يا رجل، عملت فيديوهات ومرتشين الواحد ما بيتكلم في هالمواضيع خلاص يرضى يعني نفسه. نعم عموما انا شاكر لكم، تصبحون على خير جميعا. شكرا لمتابعتكم. قبل الختام، نوير ولا بوفون؟ بوفون بوفون. شوفكم على خير، فما الله استانس.